أجعلت أو أشعلت صور زوجة نجم كرة القدم المصري محمد صلاح مواقع التواصل الاجتماعي. الصور التي رصدتها عدسات المصورين فتحت بابا من السخرية العارمة بسبب الهيئة التي ظهرت عليها ماجي زوجة صلاح، حيث علق البعض أنها كانت عابسة بينما يبتسم صلاح، في حين فسرها آخرون بكونها تغار على زوجها، وأيضا مرفقين بعضا من التعليقات برسومات ساخرة ولفروقات بين الزوجة المصرية والأجنبية، ليصل الأمر إلى تداول صور صلاح وزوجته قبل شهرتهما، إلى جانب أخرى احتفل خلالهما طبعا الزوجين بحفل زفافهما قبل 5 أعوام. لكن من جانب آخر لم يسكت البعض عن هذا الهجوم على ماجي، حيث قال أن الصور عادية جدا وعفوية. وقفة مع أبرز ما تم البحث عنه في جوجل في مصر. وأيضا وقفة ما بحث عنه السعوديون عبر جوجل خلال الساعات الماضية.